للفائزين. اما في هذه اللحظات الكلمه تعود الى الزميل سعد بن متلع العتيم. شكرا محمد. اذا تنافس مثير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، خير دليل على ذلك ما حدث في الشوط الثالث والتنافس الذي جمع المستوى الكبير ما بين سلطانه وما بين رصيد، والتنافس ايضا على المركز الثالث والرابع كان دخولا جماعيا واحيلت الى لجنه التحكيم. انطلاقه المشاهدين الكرام رابعه من انطلاقاتنا ال15 للفتره المسائيه، والكريبي بن جابر المري في التواصل والتعليق على هذا الشوط وما يدور فيه من تنافس وتحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك الزميل محمد سعد بن متلع العتيبي لحالتي اليك المايك. هنا انطلاقه للشوط الرابع بتعداد الاشواط، وانطلاقه للشوط الثاني لسن الحقائق القعدان بانطلاقته من مسافه 3 كيلومترات. انطلقت الشعارات الباحثه عن الانجاز والباحثه عن الناموس، هنالك الصداره والمقدمه والانطلاقه. نرى مقدمه هذا الشوط الذيب على المركز الاول مع سعيد بن مظفر بن محمد العامري على الصداره وعلى الانطلاق وعلى المركز الاول. ثاني المراكز هناك مكلف على المركز الثاني مع علي بن سعيد بن حلفان المري مع المركز الثاني. وثالث المراكز والانطلاقه من المركز الثالث هنالك الانطلاقه من قبل مدهاش مع خالد بن راشد، بالفعل مدهاش مع خالد بن راشد بن مذيب المري مع انطلاقه المركز الثالث. رابع المراكز هنالك المتحد بانطلاقه مع المركز الرابع، ملكيه المتحد تعود لحمد بن مبارك بن الضعيف المري بانطلاقه رابع المراكز. المركز الخامس هنالك الانطلاقه من الجانب الايمن وانطلاق شعار بن دري من يتسلل بدوره الى الصداره، والى انطلاقته هذا الشوط هنالك بارود مع احمد بن سالم بن دري الفلاحي بانطلاقته مع المركز الرابع. اعود مع الصداره واعود مع المقدمه ومع الانطلاق، هنالك المقدمه والانطلاقه من قبل مزاح من انطلق مع الصداره ومزاح مزحه ثقيل هناك مع المقدمة، علي بن جابر بن حسين البريدي مع الصدارة ومع الانطلاقة ومع القيادة، ولكن المركز الثاني هنالك الفاتن مع المركز الثاني محمد بن سهيل بن عوض العامري مع انطلاقة ثاني المراكز، وبالعوض من هالي او بالعوض من العامري. المركز الثاني الفاتن مع محمد بن سهيل بالعوض العامري مع انطلاق الثاني المراكز. المركز الثاني الفاتن مع محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع انطلاقه ثاني المراكز. المركز الثالث هنالك الانطلاقه من قبل ثالث المراكز منادي مع علي بن مانع العجمي بانطلاقه ثالث المراكز. المركز الرابع هنالك الانطلاقه. المركز الرابع هنالك غازي بانطلاقه رابع المراكز، وغازي تعود ملكيته. غازي منطلق مع محمد بن علي بن سعودي مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الانطلاقه، ولكن نعود مع الصداره ونعود مع الصراع والقوه والاداء، هنالك الانطلاقه من قبل صاحب المركز الاول، الانطلاقه من قبل هنالك مياس من انطلق مع الصداره ومع المقدمه مع محمد بن سهيل بالحطم العامري انطلق بانطلاقه الرياح، هنالك مع الصداره ومع المقدمه والمركز الثاني، هنالك ايضا الغدوم من قبل ثاني المراكز خوف سالم بن راشد بالرقراقي المزروعي، ولكن دعونا مع الصداره، دعونا مع الانطلاقه، هنالك الانطلاقه والصداره مع مياس، مياس مع الصداره، مياس مع المقدمه ومع السياره التي تنتظر عند خط النهايه. الله الله الله، هنا نرى عروض مياس مع اللحظات الاخيره والامتار الحرجه والامتار الاخيره، السياره بالانتظار يا مالك مياس. محمد بن سهيل بالحطم العامري 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 انطلق مع السياره، عامر بالانجاز يا العامري، ولحظه الوصول مياس الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. المركز الثاني كان القدوم من قبل
المركز الثاني شعار بن منفر هنا والثالث المراكز كان الانطلاقة من قبل مرموك ساري بن محمد بن ساري بلوشي. المركز الرابع غازي مع محمد بن علي بالسعودي. المركز الخامس المراكز مزاح مع علي بن جابر بن حسين البريدي. التوقيت الزمني ولحظة الوصول مياس إلى خط النهاية مع الفوزي والناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية 4:32:06 من الثانية الثانية. والتبريكات لمحمد بن سهيل بالحطم العامري على حصول المركز الأول. المركز الثاني ولحظة الوصول كان مقدوم من قبل شعار مظفر بن عضيلي العامري لحظة الوصول 4:36:03 من الثانية الثانية. والتبريكات المركز الثالث ولحظة الوصول كان مقدوم من قبل مرموق والتوقيت الزمني 4:36:05.